هذا يسأل عن إنسان جاء من المغرب، جاء من المغرب ناويا العمرة، لكنه نوى الذهاب إلى المدينة قبل أن يأتي إلى مكة، وأحرم من ميقات المدينة، لا بأس إذا كان ما هو قاصد مكة وإنما هو قاصد المدينة أولا، ثم بعد المدينة يأتي إلى مكة، لا بأس يحرم من ميقات المدينة.